بيقولوا لبنان بلد العجايب، 30 سنة بأستراليا وبسمع إنه لبنان بلد العجايب، ما بشوف إلا غابات محروقة وجبال أكلتها القصارات وشواطئ عليها زبالة وزيت محروق وتلال تلال من مكبات النفايات. البلد العجيب قال. يا لطيف يا لطيف. هلو، يعطيك العافية، أنا جرجورة من أستراليا. ممكن استعير منك هالنادور تأتفرج من هون على لبنان تشوف كيف هو بلد العجيب؟ بعتذر منك يا أخ، أنا مش عم بتسلى، هيدا شغلي والنادور عدة الشغل وما فيني غيرك. إيه بالشرف، هاتك تشتغل بشي جهاز أمني. لا خلينا نعرف نشتغل. يمكن نطور على الحراش وعم تراقب هالكم شجرة اللي باقي وطمع حدا يحرقهم كمان. لا بتخلينا نعرف نشتغل. يمكن عم تنوضر على البواخر اللي بالبحر. يا علينا، ما قلنا لك لا يا خيي، خلينا نعرف نشتغل. يا زلمة حش تحمسني، قلي شو بتشتغل؟ بشتغل بمصلحة حماية المستهلك. أنا مراقب من وزارة الاقتصاد لمصلحة حماية المستهلك وعم راقب الأسعار. يي ارتفعت أسعار البنزين 200 ليرة. ارتفع البنزين 200 ليرة. والمازوت ارتفع 600 ليرة. المازوت 600 ليرة. والكاس 400. والغاز 800 ليرة. الكاس 400. والغاز 800 ليرة. حلو 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 كثير. طيب كيف عرفت؟ من الترمبة اللي عم راقبها هلا رفعت أسعارها. ها، والسوبر ماركت كمان رفعت أسعارها. لأن زبوناتها عم بيفوتوا ويطلعوا من السوبر ماركت ايد لورا وايد لقدام. عظيم عظيم. وهلا انت بهيك حالي شو بتعمل؟ برفع التقرير. ها، وهيدا تقرير رفع الاسعار، شكته بالعصبة وبرفعه عن الارض تما يلحقوا رطوبة. ها، وهيدا التقرير رفعناه. وهذا شغلنا بالمصلحة، عم نتعب. يبيه فعلا بلد العجيب. هلا فهمت ليش هو بلد العجيب. قال رفعوا. قال يعطيك العافيه.